صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أريد أن أتزوج من بنت رضعت من زوجة أبي. يقول أريد أن أتزوج من بنت رضعت من زوجة أبي من لبن أبي، فهل يجوز لي ذلك؟ إن كان تزوج أختك تزوجها، هذه أخت لك ما دام أنها من لبن أبيك راضعت منه، هي أختك من الرضاعة. قد قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فكما أن أختك لأبيك من النسب تحرم، فكذلك أختك لأبيك من الرضاعة. نعم.